يمكن الصوره مع كابتن احمد شوبير هي ساهمت في اللغط ده. ما في ناس طلعت قالت الصوره دي من سنه 2000، يعني كان عندي 3 سنين. من سنه 2000 بقى، احسب 2000 وانا مواليد وبعدين 97. و16 سنه يعني لحد ما انا بقول 2016. لك الصوره دي هم الناس اللي طلعت قالت دي سنه 2000 وانا مواليد 97، فساعتها ازاي كان عندي 3 سنين؟ فالصوره دي اكيد مش عندي 3 سنين يعني فعلا، يعني هو بيتكلم حقيقه فعلا. الصوره دي انا عندي 8 سنين او 9 سنين، بيتهيألي نفس الصوره بالظبط. ما هو بقى كنا هنا بنحتفل اللي احنا خدنا البطوله، وكابتن شوبير انا متصور معاه عشان كان بيسلمنا الجوائز، نفس الصوره ونفس اللبس، بس الصوره هنا فاتحه وهنا يعني دي متصوره من زي بالظبط كده، زي فريم كده او برواز. ادي الكاس اهو اللي احنا خدناه، وهنا احنا فرحانين اللي احنا خدنا البطوله. ده كانت ايه بقى اليوم ده؟ كان ايه؟ دول جيلي، اللي جنبي دوت جيلي اسمه كريم بيلعب في دجله، واللي جنبي ده اسمه بيكم بيلعب في حرس الحدود، اعارات من الاهلي وكل حاجه، فدول جيلي، فاحنا تقريبا كلنا زي بعض، بصي في سن بعض، الا بقى لو الجيل كله مسنن فدي حاجه تانية. ده وارد. يعني تبقى حاجه بقى تبقى اكتشاف ليا انا بصراحه، اللي انا كل ده اعرفهم واحنا الجيل بتاعنا كله كده، فمش عارف. بس يعني نفس الصوره اللي صورتها مع كابتن احمد شوبير هو في اليوم ده، في اليوم هو ده. نفس اليوم، نفس اليوم بالظبط، بس الصوره دي كانت هناك، فانا خدتها بصي بروستها بقى وحطيتها كاني في جمهور ورا، ففرحان بتصور مع كابتن شوبير. وهنا كنا احنا متصورين بصي نفس اللبس وواخدين الكاس، كنت ساعتها واخد احسن لعيب في البطوله الحمد لله، وهنا فرحانين اللي احنا خدنا البطوله. فيعني هو الجيل شكله كان كله كده. على فكره، على فكره انت اولا في عندك جزء كبير حسن نيه، انك اولا طلعت لنا الصوره دي اول مره تطلع. الحاجه الثانيه برضو يعني مش مستبعده ذكاوه، انه تبقى اصحابك كمان بقى يعيشوا معاك مشكله التسنين دي كده. كمان يلا يعني هيعيشوا ايه؟ ما احنا سننا طبيعي. هما يعني انا نفسي مش مقتنع، يعني انا هقتنع ازاي اللي هما متربيين مع بعض من واحنا مثلا عندنا 7 سنين، فايه كبرنا فجاه يعني؟ فمش عارف، يمكن كل الناس بتكبر فجاه جت علينا احنا. يلا.